وليتو الأرجنتيني بلمسة واحدة نحو نينيس، نينيس وليتو، نينيس وليتو، كرة ممتازة لنينيس، الهدف، الهدف الأول، الهدف الأول لفريق باناتينايكوس. باناتينايكوس يسعد كل هذه الجماهير الكندية. وجيبريل سيسي لم يكن متسللا ويمضي أول أهداف المباراة بعد خطأ فادح في المراقبة الدفاعية. في تسلل، في تسلل من المفروض من جيبريل سيسي. جيبريل سيسي أعتقد أنه كان متسللا. الحارس أورلاندوني تألق، شوف سيباستيان ليتو والانطلاقات السريعة والخفيفة والتمريرة الذكية مليون يورو. كرة من جديد لسيسي، تلقى سيسي، سيسي مع نينيس، سيسي ونينيس، سيسي الهدف الثاني. يا سلام على الهدف الثاني، يا للروعة، يا لروعة هذا الهدف من سيسي. تلقى سيسي الفرنسي وكأنه يولد من جديد أمام البطل. سيسي يا لها من تصويبة قوية رائعة وممتازة. شوف الانطلاقة من وسط الميدان من دون مراقبة، من دون إعاقة. أين كومبياس وأين ماريغا؟ إنه سيسي. شوفوا الانطلاقة القوية، أين ماتيرازي وأين كوردوبا وأين الحارس أورلاندوني؟ فيكتور أوبينا على الناحية اليسرى، تمريرة مع سامويل إيتو. أوبينا وسامويل، أوبينا، أوي أوي الهدف، الهدف الأول في اللقاء لسامويل إيتو. سامويل إيتو الكاميروني الدولي يقلص الفارق لإنترناسيونالي. مباراة ممتعة، مباراة فيها من الأهداف، مباراة مفتوحة على أكثر من احتمال. فيكتور أوبينا تقدم وتوغل على الناحية اليسرى وخطأ فادح في إبعاد الكرة من الدفاع اليوناني، وصلت إلى الكاميروني القناص الصياد الذي لا يضيع في مثل هذه الكرات، وهو الذي تقريبا يعود له الفضل في صناعة هذا الهدف إثر التمريرة الساحرة. لوكاس فينترا، لوكاس فينترا ونينيس، نينيس وليتو، ليتو الأرجنتيني يفعلها بنفسه هذه المرة. سيباستيان ليتو يمضي الهدف الثالث لباناتينايكوس، الهدف الثالث للفريق اليوناني لبطل اليونان بروعة. سيباستيان ليتو الانطلاقة الممتازة، 23 سنة، صاحب 23 ربيعا. سيباستيان ليتو بهذه القامة الطويلة تقريبا متر و90، ما يكون في عمق الهجوم. كوتينيو الهدف الثاني، الهدف الثاني لإنتر ميلانو. ممتازة سلسلة التمريرات بشكل ممتاز ورائع، وصلت الكرة إلى كوتينيو. الهدف الثاني لفريق إنتر ميلانو بشكل رائع وممتاز. شوف التمريرة من مايكل في إلى مواطني البرازيلي الثاني كوتينيو في القائم الأيمن الحارس زورفاس. زورفاس لم يتمكن من هذه التصويبة الصاروخية من كوتينيو. ستانكوفيتش يعكس كرة نحو مايكون، مايكون تمريرة كانت أكثر من رائعة.